رنجالي. عاوز ايه؟ بيخيرني انا وانت ان في يدنا توجع حرب او سلم. بيقول اني لو ما اتجوزتكش بعد العده هيبقى في سلم، واني لو اتجوزتك نبقى خطرنا الحرب. ورديت عليه قلت له ايه؟ قلت له ما بتهددش، وجاي يقول لك العده تخلص الاقيك داخل عليا بالمأذون. مش ده اللي لساك مهدداني اني لو قربت له هخسرك؟ ولسه عندي كلام يا اسف. انت عاوزه تجننيني يا جليله؟ عاوزه ايه بالظبط؟ ما عايزاش احس قدام نفسي اني رخيصه، ما عايزاش احس اني اذيت راجل عشت ببيته وعلى ذمته 20 سنه. ابو ولدي كيف ما انت ابو ولدي بالغصب، عشت معاه 20 سنه بالغصب يا جليل. لا مش كلهم بالغصب يا اسف، ابقى كدابه لو قلت انه كلهم بالغصب. انا ما حسيتش بمشكله مع غفران غير لما انت طلعت يا عساف. يعني ايه حبتي؟ ردي علي. اللي هيريحك ان اقول لك لا؟ اللي هيرضيك ان اكذب عليك؟ اه حبيته يا عساف، حبيته وعشت معه وخلفت منه وعملني احسن معامله. اخرها لما اتطلقنا بعت لي ذهبي وكل حاجتي. حبيت عشان ما كانش ينفع ما احبوش بكل اللي بيعمله معايا انا وحمزه. طلوعك بس هو اللي عرفني اني كنت بحبه بنص قلب، والنص التاني كان مكفول عليه لحد تاني، كان مكفول عليه ليك. وطلوعك هو اللي صحاه تاني. في الاول لما جوزهوني كنت هايبه وخايفه منه وبفكر اهرب، بس يوم على يوم من العشره وقدامهم معاك يوم على يوم من الفراق لقيته جوه قلبي. عارفه ان كلامي يضايق بس دي الحقيقه وانا بقولش غيرها. بس هما الرجاله كده يحبوا من الحريم الكذب بالذات في المنطقه دي. امال ليه دلوقتي متعصبه منه وعايزك مأذون بعد العده بيوم؟ عشان قررت اني مش هدي فرصه لحد تاني انه يختار لي مهما كان مين، وإني أعيش الباقي من عمري مختارة لنفسي، مش عايشة على اختيارات غيري ليا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.